بدوره أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي أن العلاقات المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تعكس الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين. كما يسعدني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة أن أعرب عن الفخر بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، والتي تعكس الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية العميقة بين البلدين. هذه العلاقات المتجذرة تمتد على مدى عقود طويلة من التعاون المشترك والدعم المتبادل في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية، والتي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. إن ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات أخوية تاريخية وطيدة وراسخة، وما وصل إليه التعاون الثنائي الوطيد بفضل حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلدين وينهض بمسارات التعاون والشراكات المثمرة.